بساحة الساعة، الساحة المركزية في مدينة الدير اللي إلى مكانة خاصة عند كل الأهالي، بإطلاق مشروع ربيع الدير بالتعاون بين منظمة بنفسج ومجلس مدينة الدير. طبعا المشروع الغاية الأولى والأساسية منه إعادة تشغيل اليد العاملة، نعرف الحاجة اللي صارت عند الناس، ونفس الوقت إعادة البناء والإعمار، فهو إذا مشروع تنموي بامتياز. راح يكون في نشاطات كثيرة ضمن المشروع، إعادة تأهيل وترميم الحدائق ومداخل المدينة كاملة إن شاء الله، إعادة ترتيب وصيانة الأرصفة والأرضفة، إعادة تنظيم شبكة الصرف الصحي في المدينة كاملة، كمان عنا إعادة تأهيل وترميم بعض المدارس، وفي عنا نشاط يتعلق بمديرية المساحة اللي تعرضت للقصف. في عنا مجموعة من العاملين راح يعيدوا ترتيب الأبابير والأوراق في هاي المديرية. المشروع ما مقتصر على المدينة فقط، هو في المدينة وبالريف، بيستهدف في المرحلة الأولى، هو على مرحلتين، مرحلة ثلاثة أشهر، بيستهدف في المرحلة الأولى 600 فرصة عمل، والمرحلة الثانية راح يوصل العدد ل 1500 فرصة عمل. كمان ما راح يكون مقتصر على محافظة الدير، راح يكون يعني مستهدف مناطق محررة أخرى. في نشاط عنا في منطقة معرض النعمان وما حولها، نشاط في جبل الزاوية وما حولها، نشاط في منطقة مارع، ونشاط في منطقة جرابلس. أكيد هذا الشيء نحن عم نشتغله ما راح ينجح إلا بالتعاون والتكاتف في الجميع. فشكر كثير لكل الجهات، بداية المجلس المحلي وبلدية الدير، القوة التنفيذية، كل الجهات الموجودة. شكر موصول لأهالي المدينة اللي كثير عم يساعدونا وبيساندونا في نشاطاتنا ومشاريعنا. الحمد لله، يعني هلا صار الوضع احسن هون بدلب، وكانت الساعه مدمره، رجعت جرود، صار منظر احلى، يعني صار في شويه امان الحمد لله، يعني منظر حلو كثير. كان هالدمار هيك ليك هالعالم ما احلى، وانا رفقاتي جينا وبركنا هون، منظر كثير الحمد لله كويس. وان شاء الله بنتمنى، بشكر كل الداعمين، بنتمنى انه يسافروا من احسن الى احسن ان شاء الله. هذه الخطوة المباركة في إعادة تجميل مدينة إدلب خطوة جيدة جدا، وتساهم في إعادة الحياة إلى المدينة، إعادة رونق الحياة إلى المدينة، كما أنها تساهم في زيادة الإقبال على الأسواق وحركة الناس في الأسواق. أعطت جماهيرية إضافية للساعة، رمز المدينة في قلوب أهاليها.